أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم ولا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أحبتي في الله، يعني هذا وقت مبارك وهذا مكان مبارك نقضيه مع كلام الله المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بما ينفعنا. يعني لربما يعني نقرأ آية وتكون إجابة لبعض الأسئلة التي تأتيني من هنا وهناك. في الآونة الأخيرة جاءتني كثير من الأسئلة، يعني مضمونها في النهاية، مضمون الأسئلة كلها، أنه لما ندعو الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى ولا يستجيب لنا؟ يعني هذا مضمون مجموعة من الأسئلة أتتني من هنا وهناك. لذلك دعونا نقرأ آية من القرآن الكريم وندخل فيها، وإن شاء الله نحاول أن نتحصل على الإجابة في الطريق. في قول الله عز وجل من سورة البقرة في الآية رقم 114، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نبدأ إخواني أول شيء من آخر كلمة، نبدأ هاي الآية من آخر كلمة، ألا وهي العذاب العظيم. تكلمنا إخواني في دروسنا السابقة اللي كان معنا من بداية رمضان عن العذاب العظيم، وقلنا أن العذاب العظيم هو أول أنواع العذاب المذكور في القرآن الكريم، لما تكلم سبحانه وتعالى عن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، يعني وصف هؤلاء وقال ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. فهذا أول أنواع العذاب. ولما بدأنا نفحص عن من يتكلم سبحانه وتعالى ومن المقصود بأهل العذاب العظيم، وصلنا إلى هذه الآية، يعني هاي أول آية موجودة في القرآن الكريم بعد الآية رقم 7 من سورة البقرة، الآية رقم 114 من سورة البقرة. الآية رقم 114 من سورة البقرة تتكلم عن أصحاب العذاب العظيم، يعني أهم فئة من أصحاب العذاب العظيم، الذين شو مهمتهم، شو عملهم حتى يستحقوا هذا العذاب العظيم، واللي هو أول أنواع العذاب وأعظمها، العظيم أعظمها على الإطلاق. كان الإجابة إنه عملهم حتى يستحقوا هذا العذاب العظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا واحد، والثاني إيش؟ وسعى في خرابها، هاي اثنين مهمتين، يعني بيقوموا بعملين استحقوا عليهم هذا العذاب العظيم. أولها شو هو؟ أنهم يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، مثل ما يحدث معنا فين؟ في المسجد الأقصى. يعني اليوم أنا أثناء مجيئي من بيتي إلى المسجد الأقصى الطرقات فارغة، ونحن فين؟ يعني نحن نقترب من العشر الأواخر من رمضان. في السنين السابقة كان من الصعب علي أن أمشي في الطرقات من شدة الازدحام، يعني حتى أني أنا لما وصلت أبواب المسجد الأقصى ما عرفت
هل الجيش، الشرطة، القوات اللي موجودة على الأبواب تمنع الناس من الدخول ولا لا تمنعها؟ ليه؟ لأنه أصلاً ما في حدا، كنت وحيد أمشي في الممر حتى دخلت المسجد الأقصى، فما عرفت إذا كانوا بيمنعوا. طبعاً الأخبار جاءت من هنا وهناك أنهم يمنعوا الناس حتى من الوصول إلى بيت المقدس، ومن يصل إلى بيت المقدس يمنعوه من الدخول إلى المسجد الأقصى إلا ضمن شروط معينة حازمة موجودة عنده. وهذا ما يتكلم عنه سبحانه وتعالى من أنه ما يستحق عليه العذاب العظيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولما يقول سبحانه وتعالى أن يذكر فيها اسمه، شو بقول لك سبحانه وتعالى هنا؟ هدف هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد الأقصى ذكر الله، أن يذكر فيها اسمه، ذكر الله، الصلاة، التسبيح، التكبير، التهليل، التعظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمل حلقة علم، هذا عملهم، هذا هدفهم. إلا أن هؤلاء يحاولوا أن يقلبوا الصور. لما ذكر لنا سبحانه وتعالى أنه هدف هؤلاء أن يذكروا الله عز وجل، هؤلاء ما راح يقول لك والله إحنا منعناهم. ليه؟ لأنهم بدهم يذكروا الله. ليه؟ لأنه الله سبحانه تكلم، يعني إذا إحنا رجعنا لآيات سورة البقرة تكلم عن نفسية هؤلاء وشو قال؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا، يعني هو ما راح يحكي لك الحقيقة اللي موجودة جوا قلبه لفعله. الحقيقة مين بيحكي لنا إياها؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء هدفهم ذكر الله، إلا إنه من منعهم سيدعي أنهم لم يأتوا لذكر الله وإنما جاءوا لأمر آخر، كما يحدث حاليا. يعني ما يقوله هؤلاء إنه إحنا لما نيجي للمسجد الأقصى شو بدنا نسوي؟ بدنا نشوش عليهم اقتحاماتهم، زياراتهم اللي تيجي للمسجد الأقصى، بدنا نشوش عليهم هذه الزيارات، عشان هيك إحنا منحد من أعدادهم ومنمنع دخولهم حتى ما يكون في تصدق. وهذا إخواني خداع، يخدعوا في مين؟ الله عز وجل. يحاولون أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى في هذا الادعاء، لأنه سبحانه وتعالى كشفهم من الابتداء. يعني لما نربط الكلمتين العذاب العظيم بعضهم مع بعض تكتمل عندنا الصورة. الله سبحانه وتعالى يرسم لنا حالنا في المسجد الأقصى. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء هذا ادعاءهم، ولكن هذا الادعاء مفضوح عند الله عز وجل. إلا أنه سبحانه وتعالى مع أنه الادعاء مفضوح وكلماته هنا في سورة البقرة دون ذكر أسماء ما قال هؤلاء يعني اليهود ستمنع الناس من دخول المسجد، إلا أنه سبحانه وتعالى أيضا وضع لنا إشارات لكلامه. يعني إحنا في الآية رقم 114 تكلمنا عن ومن أظلم، أما إذا أخذنا الآية التي تسبقها الآية رقم 113 هو سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يعني قبل ما يتكلم عن هؤلاء الظلمة الذين يمنعون عباد الله عن مساجد الله، شو بدأ يتكلم عن مين؟ وقالت اليهود، حتى يبين لنا إنه هذا العمل سيأتي في آخر الزمان من هذه المجموعة من الناس. فما نفهمه من كلام الله سبحانه وتعالى أن اليهود في آخر الزمان ستمنع عباد الله عن مساجد الله، وستدعي أن هؤلاء لم يأتوا لذكر الله، ولكن هذا الدعاء في مخادعة لله عز وجل ومخادعة للذين آمنوا. يعني ما راح يحملوا صور ومقاطع معينة وحيثيات مجتزأة حتى إنهم يحاولوا يخدعوا باقي الناس في الدنيا، ومنهم أيضا المؤمنين، بعض المؤمنين هنا وهناك في الإمارات، في البحرين، في السعودية، في أماكن أخرى، حتى يقول لك هؤلاء مالهم مش جايين يذكروا الله، هؤلاء مشاغبون. فهذا ادعاءهم ماذا سيكون؟ ادعوا لأن سبحانه وتعالى يكشف أن هذا خداع. ثم يقول سبحانه وتعالى وسعى في خرابها، يعني المقصد انك انت تمنع وتقطع ما امر الله به ان يوصل. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتصل بالله عز وجل،
ذكر الله شو هو؟ اتصالنا مع الله سبحانه وتعالى. والقطع أن تقطع أن تمنع إنسان أن يذكر الله شو هو؟ قطع لما أو لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. فهؤلاء يقطعون أو يحاولون قطع صلتنا بالله. وهيهات هيهات هيهات هيهات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج، ولكن سبحانه وتعالى يحاسبنا على النيات. سبحانه وتعالى يحاسبنا على النيات، إنما الأعمال بالنيات. يعني مسلم نوى أن يأتي ليصلي في المسجد الأقصى، بمجرد أن نوى احتسب أو أخذ ثوابه عند الله عز وجل. ولكن إن وصل أو لم يصل هذا أمر آخر، ما له علاقة في الثواب. ثوابك إيش؟ على النية. لما يصدق نيتك إنك أنت تسعى لتحقيق هذه النية، يعني تأتي وتتقدم إلى المسجد الأقصى. فإن منعت تقف في أقرب نقطة منعت فيها وتصلي فيها. شو بكون هذا؟ هذا إثبات لحسن نيتك إنك أنت جئت تصلي لله عز وجل، فتأخذ عليها الثواب. يعني الثواب يجري حيث يمنعك العذر. فين منقطع عذرك؟ فين أنت بتقدر توصل حتى أنك تحقق عبادتك وصلتك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا أنت منعت يجري عليك الأجر. عشان هيك إخواني هؤلاء لن يستطيعوا أن يقطعوا صلتنا بالله، حتى لو قطعوا أجسادنا عن الوصول إلى بيت الله عز وجل، إلا أن أرواحنا وصلت لله سبحانه وتعالى. وكنا بهذا من الذاكرين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن السعي في الخراب. فأول مراحل السعي في الخراب هي اللي ذكرها سبحانه وتعالى ابتداء، أن يذكر فيها اسمه. هؤلاء إنهم يمنعون من ذكر الله، هذه أول مراحل الخراب. ولكن هي ليست كل الخراب، يعني ستأتي هناك أمور أخرى. يعني إحنا لغاية الآن إخواني لغاية الآن في مرحلة منعنا من دخول المسجد الأقصى لذكر الله، إلا أنه هي مرحلة من مراحل قادمة، يعني اللي راح يجي علينا أصعب. إياك أن تعتقد أن ما سيأتي سيكون أهون وسيكون أسهل، على العكس. لأنه الله سبحانه وتعالى أتبع قوله سبحانه وتعالى ذكر الله شو بتتبعه؟ وسعى في خرابها، يعني هؤلاء سيتدرجوا بأفعالهم ويقوموا بأعمال أصعب بكثير من منعك للوصول إلى المسجد، ولربما وصلت إلى الاعتداء الجسدي. وهذا يحصل من فترة لفترة، يعتدوا على الناس كما شاهدنا في يوم الأربعاء الماضي عندما اقتحموا المصلى، هذا المصلى القبلي اللي احنا موجودين فيه، على المعتكفين وضربوا النساء. والعالم كله شهد مقاطع الفيديو التي ضربت فيها النساء والأطفال والشيوخ، وحتى العجزة، يعني اللي ماشي على العكازة ضرب، ماشي على عكاز ومش قادر يمشي ضرب. عشان ايش؟ يخلوه يخرج او يخرجوه من هذا المكان. فهذه مرحلة اخواني، والعالم كله شهد. ومشهد العالم اخواني، العالم كله شهد، هذا تدبير رباني. الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول للعالم اشهدوا وانا عليكم شهيد. والله سبحانه وتعالى شهيد على كل هؤلاء. انتوا شفتوا وهي البينة ما يحدث في هذه المساجد من منع وضرب واعتداء وسعي في الخراب. فماذا أنتم فاعلون؟ بدكم تمكم ساكتين ولا بدكم تغيروا وتبدلوا؟ هذا أمركم مع الله عز وجل. طبعا إخواني المسلم مكلف بنفسه، مكلف بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. يعني ما تقول والله أنا غيري مش جاي ليش أنا آجي، لا، أنت مكلف. يعني أوامر الله سبحانه وتعالى مكلفة فيك شخصيا أنت، في خطاب الله سبحانه وتعالى هذا الخطاب يقع عليك بغض النظر ما يفعل الآخرون. ما تقول والله الآخرين بيفعلوا كذا وكذا عشان هيك أنا بدي أسوي زيهم، لا، أنت أمرك بتاخده من فين؟ من قال الله وقال الله الرسول. أمرك بتاخده من أمر الله، نهيك بتاخده من نهي الله وليس من أفعال الناس. عشان هيك الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على إيش؟ على العلاقة بينك وبين كلامه، على العلاقة بينك وبين كلامه. ماذا أمرك الله سبحانه وتعالى وماذا فعلت؟ ولن
يحضر معك، من كانوا حولك يوم القيامة عند الحساب عشان تقول هؤلاء فعلوا كذا وأنا فعلت مثلهم، لن تستطيع أن تستنجد بهم، لن تستطيع، لأنك ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى فردا. فكلكم على ثغرة، في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم على ثغرة، فلا يؤتين من قبلك. ما تقول فلان وعلان، ولكن قل ماذا قال الله سبحانه وتعالى، ماذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظر ماذا تستطيع أن تفعل، شو اللي بتقدر تسويه، مش شو سوت الناس عشان أسوي زيه، لا، انظر ماذا تستطيع أن تفعل، وانظر أيضا مش بس إيش بتقدر تسوي، وانظر بماذا ميزك الله سبحانه وتعالى عن الآخرين وتستطيع أن تفعله والآخرين لا يستطيعون فعله. لربما إخواني تستطيع أن تفعل 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 معظم الناس تفعله، 6 أنت الوحيد اللي تستطيع أن تفعله. فما تقول والله أنا بدي أسوي زي الناس 1 2 3 4 5، أنت أولا ستسأل عن رقم 6 قبل ما تسأل عن 1 2 3 4 5، ستسأل عن الميزة اللي الله سبحانه وتعالى ميزك فيها عن الناس. هذه ثغرتك أمام الله عز وجل، هذه ميزة أعطاك إياه سبحانه وتعالى، وهي أول ما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها. غيرك الله سبحانه وتعالى أعطاه ميزات أخرى، الله سبحانه وتعالى يعطي في المجتمع، يقسم أرزاقه على الناس، كل بحسب استطاعته وقدرته يعطيه ميزة في هذا الأمر وسيسأل عنها. هذه ثغرتك، فافعل ما مكنك الله سبحانه وتعالى وأعطاك الله سبحانه وتعالى وميزك به عن الآخرين. استغل هذه الثغرة، استغل هذه الميزة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها وقم فيها، لأن هذه ستكون سؤالك أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه أول الأمور التي يجب أن تفحصها في نفسك، مش إيش الناس بتسوي عشان أسوي زيها، لا، ما الذي ميزني فيه سبحانه وتعالى عن الآخر، وابدأ بهذا وافعل باقي الأمور، وابدأ في هذا وافعل باقي الأمور، باقي الأمور ستحسب لك بالميزان. إنما أهم ما ستسأل عنه هذه الميزة اللي أعطاك إياه سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني بنقول الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا فرادى، وسيسألك عن كل ما أعطاك إياه وميزك إياه سبحانه وتعالى فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها خائف، يعني بعد ما هم يحاولوا أنهم يقطعوا ذكرك لله سبحانه وتعالى، وبعد ما أن تتطور الأمور، لا نريد أن نتكلم عن المستقبل ولكن نعلم أن الأمور تتطور حتى تصل بهؤلاء أنهم بعد المنع يؤذوا أهل المسجد ويحاولوا داخل المسجد أن يقوموا بعمل طقوس لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى وآخرها وأعظمها، هذه ستكون نهاية المطاف. يعني عملهم سيبدأ من منع الدخول وسينتهي فين؟ بعبادة غير الله، فين؟ في مساجد الله سبحانه وتعالى وعلى أعين الأشهاد، يعني جهارا نهارا أمام الجميع سيعبد غير الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. هذه النقطة التي سيحل فيها عذاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. فنحن إخوان نتدرج في هذه الأمور. ثم يقول سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، يدخلوها. لما نتكلم عن كلمة الدخول تذكروا إخواني أن كلمة المسجد أولا، يعني حتى إحنا نربط الأمور يعني قليلا بعضها في بعض، الدخول هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إياه في عدة أماكن في الآيات التي بين أيدينا، يعني رقم الآية رقم 6 اللي بدأنا نتكلم عليها للآية رقم 414 اللي إحنا نتكلم عليها الآن، ذكر الدخول عدة مرات. ولكن هناك أهم دخولين ذكر لنا إياهم سبحانه وتعالى، نتكلم عن أهم دخولين في هذه الآيات اللي بين أيدينا. الدخول الأولاني اللي ذكر لنا إياه سبحانه وتعالى دخول آدم لفين؟ للجنة. واستخدم سبحانه وتعالى كلمة السكن في معنى الدخول، قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن يعني هون أدخلها بسكينة وطمأنينة، ما في عندك فيها ولا أي نوع من أنواع النصب والتعب والشقاء أو ما شابه هذه الأمور. فهذا الدخول الأولاني،
الدخول الثاني اللي ذكر لنا إياه سبحانه وتعالى ما بين هاتين الآيتين هو دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا، هذول الدخولين الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إياهم. ووجه الشبه ما بين الدخولين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن جنتين، الأولى في السماوات والثانية فين؟ في الأرض. فجنة الله على الأرض شو هي؟ الأرض المقدسة، هذه جنة الله سبحانه وتعالى على الأرض. والله سبحانه وتعالى جعل كلمات متقاطعات ما بين الدخولين، يعني لما قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، شو قال؟ وكلا الأكل منها رغدا الراد حيث شئتما المشيئة ولا تقربا، أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فلما تكلم أيضا عن دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة تكلم عن مثل هذه الكلمات، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطب، وتكلم وكلوا منها حيث شئتم رغدا، وكلوا الأكل موجود في نفس الآية والرغد موجود في نفس الآية، يعني هناك كلمات متقاطعة حتى يتكلم سبحانه وتعالى أن الدخول إلى الأرض المقدسة بمثابة الدخول لفين؟ للجنة، ولكن هذه جنة الدنيا، والجنة العليا عند الله سبحانه وتعالى وهي الأول والأولى والأهم. فجعل دخول الجنة قبل دخول إيش؟ الأرض المقدسة. فهذول الدخولين، هلا لو تكلمنا هلا عن الدخول، ما كان لهم أن يدخلوها، دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة وبالأخص مساجد الله وكل الأرض المقدسة مسجد، وادخلوا الباب سجدا، مكان السجود أنت أصبحت في المسجد. السؤال أنه هذا الدخول لبني إسرائيل إلى الأرض المقدسة هل هو قدرة عندهم ولا عمل رباني الله سبحانه وتعالى أدخلهم إياها؟ هذا السؤال، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن تحريم دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في سورة الأنبياء ماذا قال؟ قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إخواني بغض النظر عن تفسير الآية، لأن أنا بعرف أنه في ناس راح يعني تبعت لي ملاحظات، ولكن اللي بده يفهم التفسير إحنا أعطينا درس منفصل كامل في معنى هاتين الآيتين، تستطيع أن تعود إنهم قبل ما تطرح الكلام اللي أنت بدك تطرحه والتعليقات اللي بدك تعلقها. فقلنا أنه أحد معاني هذه الآية أنه ينسلون مش بس تعود على يأجوج ومأجوج، ولكن أيضا تعود على مين؟ على بني إسرائيل، يعني تعود على جهتين في نفس الوقت، تعود الجهة الأولانية التي تعود عليها على يأجوج ومأجوج. لما يأجوج ومأجوج يخرجوا أول هدف سيكون لهم أن يحضروا إلى الأرض المقدسة ويحيطوا بها. كلمة ينسلون وهم من كل حدب، نعلم أنه يأجوج ومأجوج شمالها محشورة تحت ردم في مكان معين، فخروجها لا يسمى انتسال ولا يسمى أحداب، هم موجودين في حدب واحد في مكان واحد في جهة واحدة، سيخرجوا كأرتال يعني وعد بعضهم بعض بعد بعض، ثم يحيطوا بالأرض المقدسة، ومن الأرض المقدسة سيأتوا من كل حدب باتجاه أو داخل الأرض المقدسة. ولكن المعنى الثاني الموجود عن إيش؟ إنه هاي ينتسلون من نسيج الدنيا، يعني تعود على بني إسرائيل ستنتسل في آخر الزمان من نسيج الدنيا وتأتي إلى الأرض المقدسة. وهذا الانتسال والدخول الله سبحانه وتعالى يقول وهم، يعني رغبة من عندهم، رغبة من فين؟ من عندهم، يعني هم بدهم يسووا وهم بدهم يجوا وهم اللي خططوا وهم اللي قاموا الدنيا وقعدوها عشان يؤتوا للأرض المقدسة. السؤال هذا فعلهم ولا فعل الله؟ لأنه في مكان آخر الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني العمل لمين؟ لله عز وجل. فهل العمل عمل إلهم إنهم دخلوا وجاءوا إلى هذا المكان، ولا العمل لله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى أتى بهم من كل مكان من نسيج الدنيا كلها وجاءهم إلى هذا المكان؟ ونقول إخواني الشغلة ينطبق عليها الأمرين،
يعني النية والكيد والمكر والعمل حتى أنهم يأتوا لهذا المكان هو لبني إسرائيل، ولكن التدبير لمين؟ لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى دبر أن أعادهم إلى هذا المكان، فلا يستطيعون العودة ولا يستطيعون الدخول إلا إيش؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما أعادهم الله عز وجل لهذا المكان؟ هذا إخواني يعني ربما من هنا تبدأ الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي ابتدأنا فيها. الله سبحانه وتعالى عندما أعادهم إلى هذا المكان ليه؟ طبعا إخواني الأسباب كثيرة والحكم عظيمة، إلا أنه أهم ما فيها حتى أنه هو يمد لهم أول شيء حتى تتحقق صفاته لله عز وجل. يعني صفات الله عز وجل شو قال سبحانه وتعالى؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى قال وأعطى البشرية إمكانية العمل، يعني أنا بدي أرفع المصحف برفعه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني المشيئة إني أعمل اللي بقلبي وبعقلي، أعطاني القدرة إني أنا أرفع المصحف، لأنه القوة اللي أنا رفعت فيها المصحف من فين؟ من الله عز وجل. هذه مد من فين؟ من الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. المشيئة من مين؟ من الله. لا قوة إلا بالله. يعني أنت لما بدك تسوي شيء وشئت أنك تفعل شيء، أول إشي يجب أن تندرج مشيئتك تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه أول شغلة. الثانية شو بدك؟ بدك مدد وقوة من مين؟ من الله عز وجل حتى أنك تفعل هذا الشيء. وهذا المدد وهذه القوة الله سبحانه وتعالى ما حصرها فقط للمؤمنين، يعني الموحدين اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى سيمدهم بالقوة. لا، الله سبحانه وتعالى أعطى المشيئة والقوة والمدد لمين؟ للجميع على حد سواء. لأنه لو أعطاها لجزء وجزء لا، شو بيصير؟ بيصير إنه الجزء اللي ما أعطاهاش يعني صار يختلف في العطاء الرباني على الجزء اللي أعطاه، وهذا شو ينافي؟ ينافي العدل عند الله سبحانه وتعالى. فكون الله سبحانه وتعالى عادل فعطاه شو ماله يكون للجميع. عشان هيك لما الله سبحانه وتعالى أعطى المسلم مشيئة فمن عدله إنه شو أعطى؟ أعطى كمان الكافر مشيئة. لما الله سبحانه وتعالى أعطى المسلم قوة وأمده بقوة فمن عدله أنه أعطى الكافر وأمده إيش؟ كمان بقوة. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المدد من فين جاء؟ مش من الله عز وجل. طب هذا المدد بإيش هم استخدموه؟ مش في الطغيان، حتى أوصلهم لدرجة العمى الدنيوي اللي راح يكون عمى على الحقيقة في الآخرة. هذا مدد من الله سبحانه وتعالى. فنقول حتى تتحقق صفات الله عز وجل ومن ضمنها العدل، فالله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء مشيئة أن يفعلوا ما يشاءون، ولا يسحب سبحانه وتعالى هذه المشيئة إلا بشروط. يعني من الشروط اللي الله سبحانه وتعالى وضعها، فمثلا إحنا عنا المسلمين شبهوا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. شرط حتى انه يتحقق نصر الله شو بدك تسوي؟ بدك تنصره بطاعته وتنفيذ اوامره والانتهاء عن نواهيه وفعل ما يمكنك فعله من ثغرات. وانت موجود على ثغرة ايش بتقدر تسوي؟ يجب ان تفعله. هذا الشرط حتى يتحقق ايش؟ نصر الله. هلا هم في عذابهم الله سبحانه وتعالى كمان اعطاهم شروط. شو بقول؟ ان احسنتم لانفسكم. شو بقولهم؟ وان عدتم عدنا. فالشروط موجودة على حد سواء لفين؟ للمسلم وللكافر، حتى يتحقق إيش؟ عدل الله سبحانه وتعالى. فعملية إنه الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لنا إخواني هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الأمور في الدنيا بطريقة تدبيرية تتوافق مع الاتفاق بيننا وبين الله. نقول لما نقول بيننا أنا أقصد مؤمن وكافر، يعني البشرية الذرية كلها اتفقت مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سألها ألست بربكم؟ شو قالوا؟ قالوا بلى. فهذه اتفاقية بيننا وبين الله، إنه الله سبحانه وتعالى ونثرنا أمامك الذر، خاطبنا
وعلمنا ان هو سيتعامل معنا سواء بسواء مؤمن وكافر، ولكن بشروط معينة. وسألنا هل ترضوا مني التدبير بحسب أسماء وشروط الله؟ وش قلنا؟ قلنا بلى. فالإخواني لو افترضنا أنه أنا جيت أدعي على اليهود، أدعي على اليهود، السؤال لما أنا أدعي على اليهود أن الله سبحانه وتعالى يخلصنا منهم ويخرجهم من أقصانا، هل هذا الدعاء سيستجاب؟ هذا السؤال. قبل ما أقول سيستجاب ولا لا يستجاب، يعني نقول أنه دعاءك مستجاب عند الله عز وجل، دعاءك مستجاب عند الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. فهذا من القرآن نعلم أن الدعاء شماله كل دعاء المؤمن طالما أنه حافظ على شروطه المطلوبة منه للدعاء شماله هذا الدعاء مستجاب. ولكن كيف تتم الاستجابة؟ الاستجابة مش شرط أنها تتم كيف أنت بدك، لربما تمت بطريقة أفضل من اللي أنت بدك إياه، وهي تتم عادة بطريقة أفضل مما تسأل الله سبحانه وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد إما بالتعجيل، يعني كيف أنت طلبتي بيعطيه، أو بالتأجيل، يعني بيعطيك اللي بدك إياه، ولكن سيتحقق إمتى؟ عندما يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أعطيكم مثالكم، لما قامت اليهودية بوضع السم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا السم شو كان؟ قاتل، مزبوط ولا لا؟ قاتل، واللي أكل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تسمم ومات، طبعا مات شهيد. ولكن سيدنا محمد الله سبحانه وتعالى أجل مفعول السم، الله سبحانه وتعالى أعطيه، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى هذا السم مفعول، والله سبحانه وتعالى طالما أعطيه لا يسحبه. أجل مفعول السم في جسد سيدنا محمد لإمتى؟ حتى يأتي القضاء والقدر في موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان سيدنا محمد على فراش الموت شو كان يقول؟ إنه هذا وقت تحقق عمل السم الذي وضع له في الطعام قبل فترة طويلة. فقد يكون استجابة دعائك بإيش؟ بالتأجيل، يعني دعائك اللي أنت تدعو فيه على شيء يحدث الله سبحانه وتعالى يستجيبه، ولكن لا يشترط أن يتحقق في اللحظة اللي أنت بتدعو فيها. الله سبحانه وتعالى يحققه عندما يأتي وقت أفضل لتحققه. وطالما أن الله سبحانه وتعالى وعدنا، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد الآخرة وعد ولا مش وعد؟ وعد من الله سبحانه وتعالى. طالما أنه سبحانه وتعالى وعدنا بنهاية هؤلاء وأنا أدعو، فدعائي سيتم أجله وتأجيله لإمتى؟ حتى يأتي هذا الوقت. ولكن دعائك يحتسب شماله، دعائك يحتسب، وأجرك على هذا الدعاء سيأتي، وسيكون دعائك من الأمور التي حققت وعد الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي وعد الله سبحانه وتعالى في أن يأتي. فدعائك يحتسب. هلا قلنا الدعاء يحتسب أو يتحقق إما بالتعجيل أو بالتأجيل أو بالتبديل. شو يعني بالتبديل؟ يعني الله سبحانه وتعالى قد يبدلك بهذا الدعاء ما هو خير منه، يعطيك شيء آخر أفضل منه في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى نتيجة دعائك يعطيك شيء أنت تحتاجه أفضل من هذا الدعاء. هذه الثالثة. أو بالإدخار. شو يعني الإدخار؟ إن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الدعاء عندما تدخل الجنة بإذن الله إحنا وإياكم من أهله، فيكون أجرك على هذا الدعاء فين؟ درجات عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. فكل دعاء يدعو المسلم شماله مستجاب. لذلك علينا أن نكثر الدعاء وأن لا نقنط إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لنا. على العكس تماما، دعائك يحتسب كأنك تضع سرارة فوق سرارة فوق سرارة حتى يصبح جبل عظيم، هو الذي سيأتي في النصر بعد حين عندما يأتي وقت قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره في وقوع وتحقق هذا الدعاء. لذلك يا إخوان نقول أن الدعاء يحتسب. أما أن تقنط إخواني من الدعاء وتقول والله أنا بدعو الله سبحانه وتعالى وما بيستجيب لي، عشان هيك شو بدي أسوي؟ بدي أوقف الدعاء. فهذا إخواني خطأ عظيم.
لا يجوز لك انك انت تقنط وانك انت تتوقف عن دعاء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه توقفك عن الدعاء لانك تظن ان الدعاء غير مستجاب. شو فيه؟ فيه اتهام لله سبحانه وتعالى انه لا يصدقك ما يتكلم عنه في القرآن الكريم. شو سبحانه وتعالى؟ ادعوني استجب لكم. فانت لما تقول انك حتى اخواني بينك وبين نفسك لما تقول انا ادعو الله ولا يستجيبني فانت تتهم الله عز وجل، وحاشا وكلا ان نتهم الله سبحانه وتعالى انه لا يستجيب، لان الله سبحانه وتعالى وضع لنفسه واخبرنا انه ايش؟ انه يستجيب. ولو قلت اخواني طيب الله سبحانه وتعالى يعني يأجل لنا او يقدم لنا النصر، يعني احنا بنعرف ان الدعاء سيتحقق في وقت معين، طيب يقدمه سبحانه وتعالى. اخواني بتعرفوا شو الخطر في هذا الموضوع؟ انه لو الله سبحانه وتعالى غير ما عنده، لو الله سبحانه وتعالى غير قضاءه وقدره، لو غير قضاءه وقدره اللي علمنا اياه انه سيحدث وعدنا فيه انه سيحدث في وقت معين، لو الله سبحانه وتعالى غيره شو معناه؟ معناه الله سبحانه وتعالى يغير وعوده. طب احنا من وعود الله سبحانه وتعالى ان شهو الجنه، فما يضمنني اذا غير الله سبحانه وتعالى وعد في امر معين انه ما يتغير وعده معي، انه يدخلني الجنه وانه يخليني من المخلدين في الجنه، انه يكون هاي الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فاعظم اخواني ما نحتاجه من معرفتنا لذات الله سبحانه وتعالى أن تكون أسماءه وصفاته وأفعاله شمالها لا تحويل لها ولا تغيير ولا تبديل، أن تكون صفاته وأسماءه ثابتة لا تتغير. فنكد الله سبحانه وتعالى لا يغير ما وعد، إنما وعوده تأتي كنتيجة لكل ما يراه سبحانه وتعالى في علمه الغيبي. يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن تدعوه كان يرى دعاءك قبل خلق السماوات والأرض، كان يرى هذا الدعاء، وتجمعت عند الله سبحانه وتعالى قبل الخلق كل الأدعية وكل النداءات وكل الرغبات وكل ما في القلوب. والله سبحانه وتعالى نظم الكون كله والدنيا التي نحياها نتيجة كل هذه الأمور دفعة واحدة. فما يحدث هو أفضل ما يحدث. عليك أن تتيقن أن قضاء الله سبحانه وتعالى كل ما فيه في مكانه المناسب. ليه؟ لأنه من الله سبحانه وتعالى. وهل هناك من هو أفضل تدبير من الله سبحانه وتعالى؟ هذا تدبير الله، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه هو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأنت قبلت من الله سبحانه وتعالى هذا التدبير. لما سألك الله سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ شو قلت له؟ بلى. قلت لله سبحانه وتعالى بلى، تقبل منه التدبير وتحمد الله كل يوم عندما تقرأ سورة الفاتحة على هذا التدبير. لذلك يا إخواني نستمر بالدعاء ونستمر باليقين أن هذا الدعاء مستجاب، ونستمر بالرضا لما يحدث معنا، لأن ما يحدث معنا هو أفضل ما يمكن أن يحدث لأنه من الله سبحانه وتعالى، ونتيقن أن دعائنا يحتسب. عندما يأتي الوقت المناسب سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول إخواني الدخول مع أنه عمل بني إسرائيل ورغبتهم إلا أنه بتدبير مين؟ رب العالمين. لذلك جاءت الآيات جزء منها أنه عمل الكافر وجزء منها أنه إيش؟ عمل الله عز وجل. فعمل الكافر بنيته بتدبيره بمكره بخبثه بخداعه، ولكن عمل الله بإيش؟ بالتدبير بحسب أسماءه وصفاته حتى تتحقق أسماء الله وصفاته اللي اتخذها سبحانه وتعالى لنفسه. فاني يعني ما تبقى وقت، يعني حاولنا أنه إحنا نأخذ بعض النبضات من هذه الآية وفيها الكثير. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت،
تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادى. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يسلمكم الخير. يكون في ضعف في الانترنت في الشبكة أو مش وشي، يكون في تشويش بعدين شو لا بكل تسجيل مستهلا من نزل تسجيل كمان شوي لأنه ثلاث على ثلاث قنوات من شو اسمه هلا هاي طلع المباشر راح والمباشر راح شو تاني